بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول حاجه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العام الهجري الجديد. ثاني حاجه دفعه 21 القلقانين اللي هم عايزين يبتدوا بدري. طيب احنا بس عايزين نقول لكم الحسبه بالراحه. احنا في السنين اللي فاتت كلها كانت الدراسه بتبدا 26/9 25/9 وكنا العادي بتاعنا ان احنا بنبتدي قبلها بشهر، بنبدا 15/8 او 20/8 في الحدود دي كده، والوقت ده بيبقى مناسب لينا جدا ان احنا نكفي ان احنا ننهي المنهج بتاعنا. طب هو دلوقتي بما ان الدراسه اتاجلت ل 17/10، البدايه المبكره هيبقى ليها سلبياتها. ان انا ابتدي دلوقتي من اول 8 او من نص 8، البدايه دي دلوقتي هيبقى سلبياتها ان المده هتطول قوي، وخاصه اكيد يعني ان هم هيراعوا ان الكم اللي هيتاخد وقت امتحان اخر السنه هيبقى متناسب مع عدد الاسابيع، وبالتالي احنا مفيش داعي للبدايه المبكره قوي دي. فالبدايه في شهر 9 يعني في العشر ايام الاوائل من شهر 9 ان شاء الله هتكون بدايه مناسبه جدا، يعني هنبقى بادئين قبل الدراسه الاساسيه بشهر واسبوع تقريبا، فهيبقى الكلام ده مناسب جدا. واحنا طبعا حاسبين عدد الاسابيع. منهجنا في العادي بتاعنا كنا بنشتغل 26 محاضره زائد 6 مراجعات، فانت لما هتحسب الحسبه هتلاقي الحسبه دي يعني مناسبه جدا للبدايه اللي احنا هنشتغلها ان شاء الله. فمش عايز الناس تبقى قلقانه، كل حاجه لازم تبقى بحساب. الناس اللي بدأت من أول 8 أو من 10/8 أيا كان، يعني ربنا يوفق الجميع. بس إحنا بالنسبة لنا يا جماعة يعني مش عايز الناس تقلق، إحنا كده مش متأخرين. أنت بتقيس من البداية الرسمية. فبكرر تاني لو سمحتوا الناس المتوترة والله ما تقلق، إحنا وأغلب الزملاء اللي لسه ما بدأوش بنبقى حاسبين حساباتنا كويس قوي، وهنقدر نخلص مناهجنا والمراجعات بتاعتنا إن شاء الله. فالناس اللي لسه هتبدأ معانا إن شاء الله الناس ما تقلقش، ونستمتع بما تبقى من الأجازة لأن المشوار طويل. ومش من الحكمة إن إحنا نبدأ المشوار الطويل من قبلها بفترة طويلة قوي ونيجي في الآخر زي ما بيحصل مع ناس كتير إنها بتريح وما بتقدرش تكمل مشوارها. فيعني إحنا عملنا الفيديو ده مخصوص بس عشان الناس أعصابها تهدى شوية وبس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.